خلفت الأمطار والفيضانات التي شهدتها المحافظات الشرقية في اليمن خلال الأسبوع الجاري بفعل المنخفض الجوي خلفت خسائر مادية جسيمة وتسببت في فقدان نحو 3000 أسرة في 5 محافظات يمنية لمأواها. وقال تقرير نشرته إدارة النازحين في اليمن إنها رصدت تضرر مخيمات النزوح في محافظات حضرموت والجوف وشبوة وأبين والضالع، وأن مخيمات النازحين في منطقة العبر والمكلا والجوف وشبوة كانت من أكثر المخيمات تضررا. هذا بعد السيل والكارثة، الحمد لله والشكر تجربة انتهت. فينه يا اخي؟ لا تقعد تسحبها سايله، قل له يخرج. كزر هذه حق احمد. الله معي.